السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام ايلاف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا بطريقه مغايره بعجينه مقرمشه، يعني بالعجين المورق. كتجي لذيذه وسهله واقتصاديه طبعا، وفي نفس الوقت كتحضر بسرعه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجين فانا عندي هنايا 600 غرام دقيق، عندي معلق معمره شي بالملح كيف ما كتشوفوا، وطبعا الماء الكافي لجمع العجين، الماء عادي من روبين. يعني غادي نعجن العجينه ديالي، ما تكون قاصحه ما تكون خفيفه، يعني شاده في راسها وصافي. بالنسبه للماء فانا غادي نبقى نزيدهم بالتدريج، يعني شويه بشويه باش نحافظوا على المقادير ديال الدقيق اللي استعملنا، يعني ديك 600 غرام باش ما نزيدوش فوق منها. دائما تكون تاخذوها كقاعده، تزيدوا الماء شويه بشويه باش كتحكموا في العجينه ديالكم. ودابا غادي من هاد العجينه اللي خرجت لي، هذيك 600 غرام دقيق، غادي نقسمها على قسمين وغادي نشكل منها كويرات على هذا الشكل، وبالاستعانه من قليل من الدقيق غادي نطلق الكويره الاولى بالمدلك. بعد ما قسمت العجين على قسمين كيف ما شفتوا معايا، جبت البوله الاولى كنرش على طاوله العمل قليل من الدقيق، كنستعن بالقليل من الدقيق باش كنسرح العجينه ديالي. كنحاول يعني واخا كانت باقا مرتاحت كنحاول نسرحها مزيان ونسرحها يعني رقيقه بزاف. وفي هذا الاثناء فانا كانت عندي واحد شويه الزبده في المجمد، من بعد ما كنخرج من المجمد كيف ما قلت لكم، بعد ما كنخرج الزبده ديالي من المجمد كنبقى نحكها يعني في الحكاكه اولا في المبشرة بهذا الشكل هدايا. من الاحسن تكون عندكم يعني جامده، انا كنت عذبتني واحد شويه كانت باقا مرخوفه باش كتسرحوها على العجين كامل. رغم ذلك حاولت انني نسرحها على العجين كامل، على العجين كامل. من بعد فاش غادي نسرح الزبده ديالي، فاش غادي نبدا نسرح الزبده ديالي غادي نبدا نرولي هذاك العجين اللي عندي. فاش غادي نروليه كامل بهذه الطريقه هذه، يعني كنرولي وكنزير يدي، كنرولي وكنزير يدي، غادي نوضعه على جنب وغادي ندوز العجين اخر غادي نعملو نفس الطريقه، غادي نعملو نفس الطريقه، يعني غادي نطلقو وغادي نعمل فيه الزبده كذلك وغادي نعمل فيه العجينه الاولى ونروليهم بجوج بهذا الشكل هذا صافي. ودابا كيف ما شفتوا يعني رولوجا كبير طويته بهذه الطريقه هذه بحال اللي كنعملوا الباط فيوتي. هي كتجي سهله، يمكن لكم تستعملوها في جميع المملحات ديالكم. وطلقتها واحد شويه غير باش ترخف لي حيت كنت مزروبه عليها، وغادي نخليها كترتاح. من بعد في مقلاة فيها قليل من الزيت على عافية اللي هي مهيلة، كنوضع قليل من البصل اللي قطعته بهذا الشكل شرائح طوالي، والقلقين، قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، ونخلي الكل كيتشحر حتى يتبلي البصل ديالي ويرجع اللون ديالو شفاف. من بعد ما زولت البصل فانا عندي هنايا الدجاج مقطع طريفات بهذا الشكل، كنوضعو في نفس المقلاه، وكذلك قليل من الملح
قليل من الفلفل الاسود، يعني نفس العطريه اللي عملت في البصله غادي نعاودها في الدجاج. صافي، وقليل من الزعتر او الزحتر، ونخلي الكل كيتشحر ونغطيه بواحد بشي حاجه باش يتشحر على خاطر. بعد ما جبرت البصل من المقلاة، فانا في نفس المقلاة يعني ما غسلت ما والو، وضعت معلقة كبيرة الزبدة عمرة، معلقة كبيرة الدقيق، قليل من الملح، قليل من الفلفل الاسود يعني الابزار. كنخلط الكل جيدا حتى كيندمج لي الزبدة مع الدقيق، يعني كيرجعوا داك الدقيق كيرجع عندي مرمل. فغادي نزيد دابا كاس د الحليب، كاس د العنبة عامر. غادي نستمر في التحريك حتى كنعقد لي البيشاميل ديالي، يعني غادي نبقى نحرك مزيان حتى تعقد لي البيشاميل ديالي. بعد ما ترخفت لي العجينه ديالي رجعت على هذا الشكل، يعني رجعت عجينه اللي هي مطاطيه كيف ما كتشوفوا، حيت خليتها كترتاح واحد شويه. وجدت الحشو ديال البيتزا كله كيف ما شفتوا معايا. دابا غادي نبدا نطلق العجين ديالي بهذا الشكل هذا، وطبعا ما غادي نرقش شي بزاف. بس بغيت يبينوا لي هذيك الطبقات ديال التوريق. بعد ما خديت صينيه ديال الفرن بهذا الشكل هذا، دهنتها بالقليل من الزيت، رغم ان العجين فيه يعني الزبده لانه هو مورق، ولكن ضروري من القليل من الزيت كنخاف تلصق لي. هذا اللي شاط لي غادي نحتفظ به، يعني غادي نطويه على هذا الشكل، ماشي غادي نجمعو، غادي نحتفظ به على هذا الشكل ملي غادي نحتاجو. وهاد الدائره هادية كيف ما كتشوفوا، هذا هو السمك ديالها تقريبا واحد سنتيم. غادي نوضعها في صفيحه الفرن. بهذا الشكل هذا. من بعد يعني هذه ماشي بحال عجينات البيتزا اخرى اللي كتثقب، ما غادي نتقبى ما والو، غادي نوضع فيها القليل من مطيشات البيتزا، يعني السوليس صلصه البيتزا، غير شويه ما نكثرش بزاف، ما ننساش الجوانب طبعا. بالنسبه لهاد البيتزا اللي بغى يقطع طريفات من العجين المورق اللي بقى لنا، ويوضع فيه شويه القليل من الفرماج والمرتديله، ويوضعهم في الجوانب يعني تجي على شكل بيتزا هايت، يعني كتجي رائعه. فدابا هذاك البصله ديالي ملي تحرتها هي والدجاج، غادي نوضع البصله بهذه الطريقه هذه. وهذه هي البيشاميل ديالي جات على هذا الشكل، حتى هي غادي نوزعها بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يستغنى عليها يعني اللي ما كيعجبوش البيشاميل ما كاينش المشكل. صافي، هذه هي البيتزا، وعندي هنا قليل من الفلافل قطعتهم على هذا الشكل، فلفل الاخضر اللي علي متوفر عنده الفلفل الاحمر كذلك يضيفو. ملي غادي يدخل الفران هو غادي يطيح راسه، يعني انا ما قليته ما والو. وفي هذا الاثناء صافي، فاش عملت البيتزا الحشو ديالها كامل، دابا غادي نحك عليها شويه ديال الموتزاريلا، ومن بعد غادي نزيد عليها شويه ديال الجبن الاحمر اولا كيشو دوبولا، وغادي نزينها بشويه الزيتون، وغادي ندخلها للفرن طيب على درجه حراره 180، طيب فقط من تحت. ملي غطيب لي من تحت غادي نشعل عليها من فوق تكمل الطياب ديالها، ونطفيلها وبقى مع الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي للبيتزا. غادي نقطع معكم واحد الطريف، كيف ما كتسمعوا كتقرمش صراحه، كتجي لذيذه. هذا هو الشكل ديالها كيف ما قلت لكم، كتجي على هذا الشكل. كتجي مقرمشه وصراحه لذيذه في نفس الوقت. جربوها ما غتندموش. وطبعا اللي باقي ما اشترك في القناه ديالي دائما كنقول لكم ما تنساوش تابوناو في القناه، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وطبعا لي كومونتير اللي كيشجعوني وكيخليوني استمر. والى عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. السلام عليكم، حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله.